السلام عليكم، أنا الدكتور أحمد منذر القاسمي، اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي. أتحدث إليكم من مشفى أستر الشارقة. لدي خبرة أكثر من 4 سنوات في تشخيص وعلاج حالات حساسية الصدر والربو، التهاب القصبات المزمن والحاد، أورام الرئة، وإنتانات الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض الصدرية. نحن في مشفى أستر الشارقة نسعى لتقديم أفضل الرعاية الطبية، وأنصح كل من لديه أعراض أو شكايات صدرية كالسعال وضيق التنفس وغيرها بزيارتنا لتقديم أفضل الوقاية والعلاج. عافانا الله وإياكم ودمتم سالمين.